كما ألقى معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب كلمة أكد فيها أن دعم جلالة الملك المعظم للدور أو هو الدور الأساس في استضافة هذا التجمع البرلماني الدولي وزيادة مساهمة الدبلوماسية البحرينية الفاعلة في مواجهة التحديات التي تواجه العالم. وأضاف معاليه أن مملكة البحرين استندت إلى إرثها الحضاري المرتبط بمفاهيم التعايش والسلام في مواصلة جهودها في إشاعة لغة الحوار ومكافحة التعصب، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تضافر الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا التجمع البرلماني على أرض مملكة البحرين. اجتماعنا اليوم مداره الخروج بأفق وتصورات حقيقية تساهم في تحقيق ما يصبو إليه عنوان هذه الدورة التي تحتضنها البحرين بشأن تعزيز التعايش السلمي ومكافحة التعصب، وذلك لا يتأتى إلا من خلال اجتماع الإرادات البرلمانية واستثمار الرغبة الصادقة والتوجهات المشتركة لتحقيق التقارب بين الجهود المبذولة في دولنا ومجتمعاتنا، وإشاعة الممارسات والآليات المثلى التي تجعل الانتصار للإنسان هو الخيار الأول دائما. ولا شك أن استضافة مملكة البحرين ما يربو على 1700 ممثلا لأكثر من 135 برلمانا يؤكد استعداد المجتمع البرلماني في دول العالم لإظهار الوحدة والتكامل والامتثال للمسؤوليات الإنسانية في جعل المجتمعات تنعم بالسلام في وقت يدفع العالم ضريبة ثقيلة جراء اتساع ظاهرة الإرهاب والتعصب والتطرف العنيف والحروب، مع ما تشكله من تقويض للسلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، وتلقي بظلالها على كافة المناطق والبلدان، ومع ذلك كله تزداد مسؤوليتنا كبرلمانات في إيجاد خطوات نوعية وعملية يكون لها الأثر البالغ في وضع الحلول لهذه القضايا الهامة التي باتت قضايا مؤرقة للجميع.